اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا لا فيديو مع قناتي وقناتكم فاتيموند. نتمنى تكونوا بالف خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو ديال النار. اليوم جيتكم بهذا لا فيديو اللي غادي يكون فيه تدوير الملابس القديمه وجعلها اشياء راقيه لبيتك. كي كتشوفوا معايا عندي هاد التريكو، هذا الموزونه كيجيني شويه مزير، قلت علاش لا ما نعاودلوش ندير به شي حاجه. جاتني هاد الفكره بغيت نتقاسمها معاكم. وكذلك بزاف د الملابس، واحد البانوار وواحد المونطو د الفورير، بزاف د الملابس اللي غنشاركهم معاكم. نتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، و الى عجبتكم ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم. والناس الجداد كنتمنى يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل الجديد ديالي. نخليكم مع هاد لا فيديو وفرجه ممتعه. هذا تريكو اللي وريتكم من قبل حتى هو فتقتو، هذا الموزونه عز عليا نرميه اولا نعطيه، ما هادشي يعرفوا قيمته. قلت علاش ما نديروش خديه حتى هو. هذا بينوار خلاص مبقيتش كنلبسو حتى هو، مبقاش حتى هو على الموضه. واحد الموديل ديالو مبقاش على الموضه، ماشي الفرور اللي مبقاش على الموضه. الفرور راه دارج اليوم على الموضه، لا في اللباس ولا في الفراش ولا في كل شيء، في الديكورات في كل شيء الفرور راه ولا. ولكن هذا الموديل ديال الخدمه ديالو مبقاتش، ما عجبتنيش، الكمام ضيقين وهم. هاد الثوب كذلك حتى هو غادي نخدمو خديات، صافي نخدمهم ونرجع معاكم باش نشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالهم وكذلك الديكورات ديالهم. اول حاجه غنبدا بها وهي الرموش اللي غادي نقطعهم بالورق. خليكم على فيديو. بعد ما قطعت الكاغيط على هذا الشكل هكذا الورق، دابا غادي ننزلو على الثوب، نقلب الثوب على ظهرو باش نطراسيه. هذا المونطو اللي قطعت راه نقول كنصوب هاد الرموش. صافي غادي نطراسيه كي شفتو معايا، غادي نطراسيه ومن بعد ما نطراسيه غنقطعو بهاد الشكل هكذا ونرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. الجفون هما هادو، قطعت نصف دائرة من داك الثوب ديال الخدية، قطعت نصف دائره. صافي غادي نمشي نخيطهم دابا بالماكينه، خليكم معايا. دابا غنمشي نخيطهم باش غادي نلصق فيهم الرموش، هاد الجفون وهاد الرموش غادي نلصقهم، بعد نرجع معكم باش نشوفوا الطريقه الخياطه والشكل النهائي ديالهم. جيب لي برا الخيط اولا الفنتة عادي دور، انا غادي ندورهم ديريكت غتسني حولك غير بشويه معاهم. الراس ديال الثوب كنخيط، هادو هما العينين اللي صوبت والرموش، الرموش هاهوما والجفون كتلاحظوا معايا. انا درت هنايا ديك الفرور اللي قلتلكم ديال المونطو، قطعتو ودرت الرموش به على هاد الشكل هكذا، لصقتو بالماكينه، عمرتو بلاوات. دابا غادي ننزلو على الخديه، غادي نطراسيه، نقبط العبار ونطراسيه ونخيطو بالماكينه ونرجع معاكم باش نشوفو الشكل النهائي. من بعد ما خيطتها كتلاحظو شديتها من هاد الراس هذا كله ودرت عليه بالخياطه. دابا غادي نعمرو بلاوات، ندير معاه شويه بلاوات.
اللي هي مسقطه العينين الرموش الجفون. دابا غادي نخيط هذا الفم هذا عمرتها بلاواط، نخيط لها الفم ديالها. دابا غادي ندوز نخيط هاد القليب هاد لوكور. قبل ما نخيط في الصالة ديالو على هاد الشكل هكذا، كنقطع الورق كنطوي على جوج ونقطعو على هاد الشكل هكذا، كيعطي قليب هكذا كتلاحظو معايا. صافي نزلت عليه التوب، نزلت عليه التوب وقطعتو، صافي عطاني هاد الشكل. دابا غادي ندوز نخيطو. كتلاحظوا معايا دابا غادي نخيطو ونرجع معاكم باش نشوفوا الشكل ديالو. هذا هو اللواط اللي كنخدم اللي كنستعمل انا، هذا هو اللي ما كيرقدش، كيبقى دائما مفشفش. هانتوما ما كيطلقش الغبره، هو انا ما كيطلقش الغبره نهائيا، ومي كتضربي على الخديه كتعاود دغيا. دابا غنصوب هاد الخديه ديال الموزونه اللي راه تريكو كيقلت لكم. المهم هادشي كله اللي كنت اللي كان عندي ما بقيتش كنلبسو كله استعملته لهادشي. صافي غندير له تبطين. غادي نخيطو حتى هو ونرجع معاكم. كي كتلاحظو معايا طراسيت الشفايف على هاد الشكل هكدا في الورق طراسيتهم. صافي جبت التوب لي قلتلكم ديال التنوار لي درتلو حطيتو فوق من هذا، حطيتو فوق منو طراسيت. صافي قطعتو كتلاحظو، حطيت فوق منو قطعتو طراسيتو، من بعد زولت الكاغيط وقطعتو. ساهل، الطريقة جد ساهلة. هذا الأول، ثاني قطعتو بحالو، ثاني قطعتو بحالو، جيت للوسط وقسمتو عاود على حسب الشفايف. هانتوما لاحظوا معايا، كنخيطو نزولو الفنايت. هادي شديتها بالماكينه، دابا غادي نشد هادي ونخلي لها واحد الفتيحه هنايا باش غنعمرها واحد 10 سنتيم.
نتمنى هاد لا فيديو ديال هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. نخليكم على خير والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اللي غتكون فيه مفاجاه اخرى ان شاء الله. انتظروني والى اللقاء والسلام عليكم.